حياكم الله أصدقائي الأعزاء، اليوم فيديو جديد وطابعتنا FS 340 MFP Plus. نفس الحالة، هم نريد نغير المجموعة مال الطباعة مالتها الداخلية. مسحناها هسه، بدنا نحضرها للتغيير. فتحنا الرام يونت مالتها، هنا موقع العمل موجود هنا عند المدرسة، بنشتغل. تمام، شنو بدك تغير دكتور؟ تمام تمام. زمان زمان شيء عظيم. هذا الفرن، هذا الدرام يونت، وهذا الديفلوبر. راح نبدلهم جديد، لان قديمات وهذا جديدات. 350 هذا الجديد، راح نشكله، شكل التونر مالته. قاعد التونر ناخذه ونشكله بالطبيعة. هاي أول قطعة شكلناها، أصبحت جاهزة. هسه نجي على الفوزر كيت، نأشر هنا ف اف كي، يعني فوزر كيت. نفتحه مثل ما وعدتكم. مثل ما مبين عندنا، هذا هو. فتحناه، راح ناخذه ونريد نفتحه ونشكله. طبعا مثل ما مبين عندكم، شوفون هذا، هذه قطعة صغيرة لازم يقعد بها. يقعد وين؟ يقعد بهاي القطعة الصغيرة. هاي ما أعرف تبين لا ما تبين. المهم هاي القطعة الصغيرة راح نقعدها ونكبسها. شوفوا قعدت هاي القطعة الصغيرة منا، هاي مبينة أعتقد، لازم تقعد هيج. من هالجهة هم نفس الحالة، لازم تقعد هيج. ورد نكبسه، نكبس للخلف. الآن قعد، أصبح جاهز. ما علينا إلا نكبسه، لكن بنخلي الدرام، بعد ما نخلي الدرام درام يونت، يلا نكبسه. سنجي على درام يونت دي كي، يعني درام يونت. نفتحها ونشوف. هذا يعني فتحنا من الكيس مالتها، بس راح نفتحها من هذه الورق الحامي مالتها، الحافظ، حتى نرجع نشكله. مثل ما بعرف عندكم، هذا الدرام نشكله بمكانه، بس راح نشكله بمكانه. قاعده بمكانه، تعرفون انتم الدرام يكون بطريقة وجه الدرام على زين، ندفعه قاعد. هنا اكو قفل اسود، القفل هياته. شو صاير؟ سد القفل، نضغطه حتى هذا بعد لا يفتح. انت هسه شنو؟ نجيب مال الزائد، مال الطوز الزائد. هذا الوعاء مال الطوز الزائد، زين نشكله هنا، نسد القبق. هسه نقعد الديفلوبر، قاعد سد الطبق. نجي نقعد الفرن فوزر،
القبق مالته ورد. هسه كبر تقريبا اللي يعني مالته. طبعا احنا بموقع العمل يعني احد المدارس. زين نسوي هذه الطابعة يعني، وهسه راح نشغلها وناخذ التيست مالتها ونشوف. هسه شديناها للطابعة وتشتغل طبيعي، بس نسويها نيو ديفلوبر وتنتهي. من هنا نجي اكتب يعني نيو ديفلوبر ديفلوبر، قول له اوكي، قول له اوكي، بعدين نطفيها للطابعة ونشغلها. هي ترجع تعيد نفسها. نشغلها ننتظر تقريبا 10 دقائق وبعدين نشوفكم التيست مالتها. تونر إكليو معروف يعني عدد أدينج التونر، الجاي يضيف التونر يحتاج إلى تقريبا 10 دقائق أو أكثر ونلتقي وقت التست. نأخذ التقرير هسه مالته، تقرير الطباعة، نضغط هنا طبعا، وبعدين نجي على الرقور ندوس موافق وندوس موافق، بعدين نجي على يدكم صحيفة دولار نقول له موافق. طبعا احنا نظفنا هواي ونفخنا، راح تطلع طبعا اول صفحة صحيفة تطلع بالطريقة. راح نطلع الصحيفة الثانية ونشوف. الثالثة هم نحتاجها لأنه بعد يكون وسخ طوز وما طوز نفخ هواية. أعتقد الثالثة كلش نظيفة. سلام بيناتكم وسلامتكم وحياكم الله، ونلتقي مرة ثانية بإذن الله تعالى.